ثم شرع المؤلف رحمه الله بالقسم الثالث، كأنه سائل يسأل المؤلف رحمه الله يقول: ما الأدلة على أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله؟ فذكر بطلان عبادة من؟ ذكر أول باب بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبطلان عبادة الأصنام، وبطلان عبادة من سوى الله. وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غيره من باب أول. وفي الباب الثاني ذكر بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام، وهم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، يخافون، إذا بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام. والثالث بطلان الشفاعة، والرابع بطلان الهداية. مفهوم؟ فأي إنسان يسألك ما الأدلة على بطلان عبادة ما سوى الله، تقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وتسرد عليه الباب. بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: فإذا صرح وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وآمن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه بعض الناس اليوم من الشرك والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد. بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، خرج لا أحد، صح؟ لا يعلم الغيب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية فضل أن يدفع عن غيره. وفيه أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. وأن أحد لا يغني عن أحد شيئا. وفيه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن نتعلم أثر المعصية، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر سيموت، يلحق ما يلحق البشر، ماذا يصنع الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بطلان أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذه الآية فيها بطلان العبادة من أربعة أوجه: أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يعبد، وهي مخلوقة إذن هي مفتقرة لغيرها، ولا تستطيع نصر الداعي، لا تستطيع نصر أنفسها فضلا تنصر غيرها، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين، لا ليس لهم ملك، والله سبحانه وتعالى ملك ومالك، إن تدعوهم لا يسمعوا، كيف تدعو من لا يسمع؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع، لا يسمع ولا يبصر؟ طيب ممكن يغني؟ قال: ولا يغني عنك شيئا، لا قليل ولا كثير، كيف تعبد من دون الله؟ تعبد الجير. الباب الثاني ذكر فيه بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام، وهم أقرب ما يكون إلى الله، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف. وفيه أمانة جبريل عليه السلام والرد على الكفر الفجرة الذين يقولون خان الأمين. كيف خان الأمين؟ كيف تأتي؟ إما أمين أو خائن. الله سبحانه وتعالى يجعل جبريل مؤتمن على الوحي، ثم بعد هذا يرمى بالخيانة، هذا كفر أكبر. خان الأمين يقول: فصد عن حيدر، حيدر لقب لعلي رضي الله عنه. وفيه أن جبريل عليه السلام ينتهي بالوحي حيث أمره الله، وفيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على وجه الله به سبحانه وتعالى.